وللحديث عن أسباب الفشل الحكومي برسم احتياجات الدولة والمواطن على المستوى الخدمي والاقتصادي، ينضم إلينا من كوبنهاجن عبر الهاتف عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا بك وبمشاهديك الكرام. أهلا بك. بداية سيد عبد الله، منتدى صنع السياسات في لندن يقول إن حكومة الكاظمي هي مثال لهشاشة المؤسسات الحكومية. ما الذي يمنع الحكومة من الاستعانة بالكوادر والخبرات الأكاديمية العراقية ويجبرها على التوجه للأحزاب السياسية فقط؟ بداية، الحكومات المتعاقبة منذ 2003 إلى اليوم اهتمت بعملية تسويق الوهم للعراقيين. فنتذكر بدايات 2003-2004 أنه العراق سيصبح دبي الثانية. المالكي تحدث عن بناء آلاف الوحدات السكنية والمدارس، العبادي عن تحدث عن بناء المدارس والمدن الصناعية العملاقة، عادل عبد المهدي عن اتفاقية الصين وعظمتها، فجاء الكاظمي بالورقة البيضاء الاقتصادية. هذه الأزمات تراكمت بفعل هذه الفشل الذي رافق جميع هذه الحكومات، واستفحال الفساد وانسداد أفق الحل بالتأكيد يعني سيجعل العراق في وضع مأساوي اقتصادي بشكل فظيع. أما ما يمنع الاستفادة من الخبرات العراقية هي ذات الكتل والأحزاب السياسية. لو سألنا أنفسنا وسألنا الناس وسألنا الواقع العراقي، من هجر هؤلاء الكفاءات؟ من قتلهم؟ ومن حيدهم عن اللعب دور في اقتصاد العراق؟ هي هذه الأحزاب وهذه الكتل ذاتها يعني. فلذلك هي تمنع وجود هذه، تمنع الاستفادة من عندهم لأغراض سياسية في أجندتها هي تخريب الاقتصاد العراقي وإلغاء العراق كدولة. هذه هي الأجندات اللي تمتلكها الأحزاب، لا تمتلك أجندات بناء وتصوير، هي فقط تسويق الوهم للعراقيين. فالاعتماد على الكفاءات العراقية يتطلب استماع إلى وجهة نظرهم وتطبيقها. الأكاديميين العراقيين ذو كفاءة عالية ومعروفين بقدرتهم على حل الأزمات الاقتصادية، وجميعهم يذهبون إلى القاعدة الذهبية في التنمية، أنه لا توجد تنمية بوجود فساد. فإذا راح تكون شروط هذه الكفاءات المهنية الاقتصادية هو إلغاء الفساد، وهذا ما لا يناسب كتل الفاسدة. هم أحزاب تطورت على أساس الفساد وجاءت على أساس منظومة فساد كاملة متكاملة، لها أجندات مدفوعة من جهات إقليمية ومسنودة بقوة عسكرية موجودة الآن. اليوم لا تستطيع الحكومة العراقية بمعاقبة أي فاسد. نعم. لأن هذا الفاسد لديه قوة عسكرية تحميه. نعم. إذن سيد عبد الله. نعم. إذن سيد عبد الله، يعني هذه الحالة من الافتقار للتخطيط لربما ليست عبارة عن انفصال للحكومة عن الواقع وعن احتياجات المواطن، وإنما تدرك لربما الحكومة احتياجات المواطن وتدرك الواقع بشكل دقيق، ولكنها تتقصد يعني تدمير الواقع الاقتصادي. نعم بالتأكيد، هذا برنامج الأحزاب وليست الحكومة، لا توجد بالمعنى الحقيقي عندنا حكومة، وإنما محاصصة ما بين أحزاب. برامج الأحزاب ليست وطنية، برامج الأحزاب تهدف إلى تدمير الاقتصاد العراقي، تهدف إلى سرقته، وهي تعرف احتياجات الشعب العراقي. لذلك هي أحيانا تنطق بما يريده الشعب العراقي. تلاحظ أحيانا هم الفاسدين نفسهم يرددون مطالب الشعب العراقي، هم نفسهم يقولون نريد نضرب الفساد، هم نفسهم يقولون ضرورة توفير كهرباء، هم نفسهم يقولون كفى سرقة، هم نفسهم يقولون يجب توفير حماية المواطن العراقي، وهم نفسهم يقومون بكل هذه الأفعال السيئة للعراقيين. فإذا هم يعرفون جيدا ما هي حاجات الشعب العراقي، ولكن وعن عمد وعن قصد وعن برمجة سياسية موجودة، هذه الأحزاب وهذه الكتل لم تؤسس، وهذه حقيقة يجب أن يعرف الشعب العراقي، هذه الكتل لم تؤسس سياسيا، ليس لها برنامج سياسي. هذه الكتل والمجموعات السياسية التي تعمل في العراق منذ 2003 إلى اليوم،
هذه تشكلت في أقضية المخابرات الأجنبية، فلذلك ليس لديها برنامج وطني. اليوم أنت تلاحظ إذا مجموعة معينة اتهمت بالفساد رأسا تقول أنا لدينا من الملفات الفساد الكثيرة على فلان وفلان والكتلة الفلانية. هذه الطريقة هي طريقة استخبارية وليست طريقة سياسية. من يتمكن أن يحتفظ أو يكشف أو يجلب ملفات فساد في دهاليز السلطة إلا الأسلوب المخابراتي اللي هم تعودوا عليه في بنائهم السياسي، تعودوا عليه. وكيف جاءوا أيضا بهذه الطريقة؟ هم جاءوا للمخابرات الأجنبية بهذه الطريقة، أما بطريقة نوجد عليهم ملفات أخلاقية أو سياسية أو غيرها. لذلك هم تعودوا هذه الطريقة، ليس لهم برنامج سياسي. دعني نسأل كل الكتل، ما هو برنامجكم الوطني؟ ليس لديهم برنامج وطني، فقط ما يردده المواطن العراقي. نعم سيد عبد الله، أيضا يعني كيف ساهم عدم وجود بنوك تنال ثقة المواطن والمستثمر بتسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي والتلاعب بسعر الدينار العراقي أمام الدولار؟ هذه البنوك جميعها تقريبا، قد نستثني واحد أو اثنين أو لا نستثني، كلها تابعة لهذه الكتب والكتل والأحزاب. فإذا هي جزء من برنامج الفساد وليس جزء من برنامج البناء. فالمواطن العراقي لما لا يثق بهذه الأحزاب ولا يثق بهذه الكتل، فكيف له أن يثق بهذه البنوك؟ المستثمر بكل العالم مجال عمله الأمن، الأمن والاستقرار في أي مكان يبدأ بالاستثمار، إذا كان محلي أو أجنبي. فلما هذه الكتل والأحزاب لا توفر الأمن، هي توفر هذه البنوك فقط لعملية نقل أموالها من الداخل إلى الخارج، وعملية سحب العملة العراقية إلى الخارج. هذه وظيفة البنوك التي أسستها الأحزاب، وجميعها محمية بحكم الميليشيات وسلطتها. فإذا هذه الأحزاب لها البنوك، والبنوك والشعب لا يثق بهذه الأحزاب، فكيف يثق المواطن؟ طريق مسدود أمام المواطن فلا يستطيع العمل. نعم، إذا كنت معنا من كوبنهاجن عبر الهاتف عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.